فنصبح مجرد ببغاء. لو كان الحفظ أيها الأحبة منقبة وفخر لكان هذا هو أكبر وأفضل شيخا في العالم، لأنك باستطاعتك أن تدخل إليه كل موسوعات الكتب، كل الكتب في كل المجالات تستطيع أن تختزله بهذا الجهاز. فلو كان الحفظ فقط منقبة لكان هو أفضل عالم على وجه الأرض. فمجرد أن تدخله إليه لا يسقط حرفا واحدا، لا يسقط حركة واحدة، مع أن الإنسان عندما يحفظ ينسى يسقط، لكن عندما لم يحول الحفظ إلى فهم، إلى استنباط، إلى سلوك، إلى ردات أفعال، لم يكن لذلك معنى. لذلك لا بد أن ندرك أيها الأحبة، إذا زرعنا في نفوس الطلاب وفي عقولهم فقط الحفظ فهؤلاء أفضل منهم وهو جماد. لكن ميزة الإنسان أن يظهر أثر ما يحفظ من خلال سلوكه، من خلال ردات أفعاله، من خلال تغير قناعاته وتوجهاته. هذه هي ميزة الإنسان بأن يحول الحفظ إلى فهم. إنما يصيب الأمة أيها الأحبة اليوم من هزائم ليس كله بسبب أعدائها، بل بأيدي صنف من أبنائها استخدموا الوطنية كشعار، استخدموا التدين كدثار ولم يلبسوه، أحبوا العلم ولم يرتعوا إلا في المتشابه منه وفي مسائله الشائكة والمختلف فيها، وفسروها بعد ذلك بناء على عقولهم. إنما يخيف الأعداء اليوم هو أمة تعي رسالتها، هو أمة تفهم قضيتها وتوظف إعلامها وأقلامها ومناهجها ومهجها لترسيخ تلك القضية. صدقوني الأعداء لا يخيفهم ألف عالم منعزل عن قضايا أمته، بعيد عن واقعها، يهرب من حاضره إلى ماضيه، ينقب في بطون الكتب عن مبررات لما يعيشه من ضعف وهوان، بل ما يخيفها رجل يفهم دوره، رجل يفهم رسالته في الحياة، حافظ يفهم ما يحفظ ويعي دوره من خلال الفهم الصحيح كما فهمه الصحابة والذين من بعدهم. أيها الأحبة، في كثير من المراكز للأسف نقتل الإبداع في الطلاب، لأننا نلزم جميع الطلاب أن يصبحون ماذا؟ للأسف حفاظ. فالذي هو عنده قدرة الفهم لا يجد مكانا يخرج فهمه، فيضطر ماذا؟ هذه الموهبة أن يكبتها. الذي عنده القدرة في المحاورة والنقاش والاستدلال والاستنباط لا يجد مكانا في مراكزنا ليخرج هذه الموهبة، لأن في المركز مسموح له أن يحفظ. الذي عنده مهارة في قضية الكتابة والتأليف لا يجد فرصة في مراكزنا، فنقتل جميع المواهب لأننا نلزم الكل أن يذهبون إلى مجال محدد هو الحفظ. أنت لديك فهم ليس مطلوب، مطلوب منك أن تحفظ. هذا لديه مهارة في الحوار والنقاش، لا، أنت مطلوب منك أن تصبح حافظا فقط. فنقتل كثير من المواهب لأننا نلزمهم أن يكونوا نسخة واحدة، وأن يصبحوا كلهم مواهبهم واحدة، قدراتهم واحدة، ونطالبهم بذلك. فنقتل الكثير من المواهب، ومع ذلك مع اهتمامنا بالحفظ المبالغ فيه إلا أنه حتى الحفظ لا نحقق فيه الهدف المطلوب، ما زال فيه هناك ضعف، ضعف كثير
فالحفاظ حتى وإن حفظ يحفظ وينتهي من حفظه ينسى سريعا، مع أن كل المعهد ومنظومة المعهد والنظام الذي سار عليه هو لأجل الحفظ، لكن حتى هذا الهدف لا يحقق بشكل مطلوب. وذلك يعود لعدة أسباب. وهو أولا اعتماد الطلاب أثناء الحفظ على طريقة واحدة وأسلوب مكرر. يعني حتى الآن لو أتينا لنسأل الآن مثلا وقلنا أنتم الآن، نحن الآن في كل معهد لدينا خطة خلال 6 سنوات 7 سنوات يختم الطالب يحفظ. طيب كم هناك من مناهج وطرق يطبقها تطبق داخل الحلقات في الحفظ؟ الطريقة الاستقرائية، طريقة الكلمات المتقاطعة، طريقة المقاطع، طريقة بداية الأوجه والأحزاب، كم؟ ربما كلهم يستخدمون طريقة واحدة فقط، هناك اقرأ ثم وقت ثم تعال سمع واحفظ. حتى في الحفظ لم نحاول أن نبحث عن الطرق التي تثبت الحفظ ونستخدمها، عن الأساليب المعينة للحفظ ونثري بها الطلاب، برغم أننا من أهدافنا الحفظ، وقلنا قد يكون خطأ أن يكون هو الهدف الوحيد، لكن حتى هذا الهدف لم نتمكن فيه. لأننا نستخدم طريقة واحدة فقط، كل يحفظ كما حفظ أستاذه، كما حفظت أنا احفظ أنت، المهم تعال واحفظ. فهذا السبب الأول. ثانيا تغييب الفهم تماما أثناء الحفظ. إن الطالب الذي يعتمد على الحفظ تماما سريعا ما ينسى، سريعا ما ينسى. لكن إذا فهم هذه الآية متى يستدل بها، هذا المقطع رد على ماذا، هذه السورة فيها تعالج القضايا الآتية 1 2 3 4، إذا فهم فإنه سيكون الحفظ أقوى. لكن لأننا في أثناء الحفظ نغيب الفهم تماما، فما إن يكمل الطالب حفظ 30 جزءا فترة بسيطة وقت بسيط ينسى، ينسى تماما ذلك. ثالثا من الأمور الخاطئة أيضا بالنسبة لطريقة الحفظ، أننا أوصلنا للطلاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن الاهتمام في القرآن، وحتى نسمي إنسان شيخا أو أستاذا أو قدوة، لا بد أن يكون حافظا لا فاهما. فلذلك تجد بعض الطلاب ما إن يخطئ الشيخ في المحراب، لو أتى عند أكبر شيخ وأخطأ في آية ويصير الطالب عنده يعني يسارع مباشرة لأن يرد على هذا الشيخ، ويصير في نفسه عندما يرد اللفظ فقط يفتح عليه في الصلاة وكأنه ملك الأرض، لا يستطيع أن يتمالك نفسه، لأنه عنده فقط أن من يحفظ هو الشيخ والعالم، وهذا أخطأ في آية. طيب هذا ربما أفرغ وقته وجهده في العلوم تحريرا وتنقيبا فقها تفسيرا، الحفظ أنت ليس لديك إلا حفظ الرسم. فنحن عندما عظمنا الحفظ وكبرناه وأعطيناه أكبر من قدره جعلناهم لا يهتمون، لا يهتمون بالجوانب الأخرى. لأنه يعني إذا تقول اليوم لأكثر الطلاب ما رأيك أن ندرس درس فقه؟ لا، لماذا فقه؟ حفظ فقط، لماذا؟ أصلا الحافظ يكرم، الحافظ هناك مسابقات، الحافظ الأب والأم يفرحون به، الحافظ يصير إماما. طيب والفقه؟ هذا أصلا لا يوجد هذه الأشياء المغريات كاملا، فأعطينا الحفظ أكبر من قدره فجذبناهم إليه وزرعنا في نفوسهم بطريقة مباشرة وغير مباشر عدم الاهتمام بالجوانب الأخرى، وهذا خطأ أيضا. أيضا أننا للأسف عندما اهتمينا للحفظ وخاصة في المراكز أنزلنا فرض الكفاية وكأنه فرض عين،
وجعلنا أنه لأجل أن تدخل أي مركز كأنه لا بد أن تحفظ. من قال لك أن هناك قانون أنه لا بد أن تحفظ ولا بد أي طلاب يدخلون في المركز أن يصيروا كلهم حفاظ؟ بالإمكان تطبيق هذا القانون إذا كان هناك أمرا واحدا، وهو أنه قبل أن يأتي الطلاب إلى المراكز توضع لهم لجنة، واللجنة هذه يضعون لهم اختبارات في قوة الحفظ، ولا يدخل هذا المركز إلا من كان قوة حفظه 60% 70%، بعد ذلك نقول نعم الآن بالإمكان أن يكونوا كلهم لديهم برنامج واحد، منهج موحد، لأنهم كلهم مستواهم متقارب. لكن مجرد أن يأتي أي طالب ونقول لا بد أن تصيروا كلكم حفاظ وكلكم بنفس الأسلوب، هذا سيكون فيه شيء من الإجحاف وعدم أيضا تحقيق النتائج التي نسعى لها. أيضا من عيوب استخدام طريقة الحفظ وإلزامها على الجميع أننا زرعنا في نفوس بعض الطلاب أن حفظ القرآن جزء من العقاب، وخاصة الذين لا يستطيعون أو يجدون صعوبة في الحفظ، فهو يحفظ ليس بتلك المتعة، ليس لأجل أن يتلذذ بالآيات، لا، يحفظ ليسقط عن نفسه العقاب، لأنه إذا لم يحفظ سيعاقب، أصبح الحفظ كأنه لأجل فقط ماذا؟ أتخلص من العقاب. القرآن لم ينزل لهذا الغرض، ولا نريد أن يصل إلى نفوس أبنائنا هذا، لا، أنا أريد كلما يقرأ الآية يشعر بالسعادة، يشعر باللذة، يتدبر لهذا القرآن. لكن عندما يصير كأنه يسقط عن نفسه واجبا أو حتى لا يعاقبه الأستاذ، فيصير الحفظ جزء من العقاب. والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما أنزلنا عليك القرآن، هو ليس شقاء، هو ليس عقاب، هو ليس عذاب. ونحن لا نريد أيضا أن ننزل على الطلاب الذين يجدون صعوبة في الحفظ ويصير الحفظ كأنه بالنسبة لهم عقاب وشقاء، لا نريد هذا. فالبعض قد يأخذ هذا الأمر ويزرع في نفسه، ونحن نريد أننا لا أجرا وقد نكون سببا في الوزر. سابعا من العيوب لطريقة الحفظ فقط عدم مراعاة الفروق الفردية. كل طالب أعطاه الله سبحانه وتعالى مواهب وقدرات وإمكانيات، كل الطلاب، كل واحد يختلف عن الآخر، هذا فتح الله عليه بالحفظ فيستطيع في نصف ساعة أن يحفظ ربما وجهين، هذا يستطيع في نصف ساعة أن يحفظ وجها واحدا فقط، آخر نصف وجه. طيب عندما يكون في نهاية 6 سنوات 7 سنوات لابد الكل يحفظون وكأنهم مستويين جميعا في قدراتهم، وهذا ظلم، نتنبه إلى ذلك. أيها الأحبة، أرجوكم، لا نريد أن نكون كما قال الشافعي: زادت نسخة. الإمام الشافعي عليه رحمة الله أتاه أحد طلابه وقال له: يا إمام، إن طالب من الطلاب الذين كانوا يدرسون في حلقتك قد حفظ كتابك الأم، كتاب الأم للشافعي، الأم لأنه فيه من جميع العلوم ليس متخصص في فن، وهو سعيد أن يبشره بأن هذا حفظ هذا الكتاب عن ظهر قلب. فالتفت إليه الشافعي ثم قال: زادت نسخة. كان لدي نسخة هنا، أصبح نسخة ثانية، لدي نسختان الآن. ونحن نقول لكم نتمنى ألا يزيد نسخ، ليس في نهاية كل سنة نقول زادت 50 نسخة من الحفاظ، زادت 200 نسخة، زادت 1000 نسخة، لا نحتاج هذا، النسخ الموجودة لدينا يكفي،
إن لم يوكن ويوجد الفهم والتدبر لا نريد أن تزيد نسخ. بل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرح حلية طالب العلم يقول: وكم من إنسان حافظ وليس ذكيا، وكان رجل ممن سبق حافظا جدا سريع الحفظ وبطيء النسيان، قال: حفظ الفروع لابن مفلح وهي 3 مجلدات، حفظها عن ظهر قلب، وكان لا يسقط كلمة واحدة، وكان إذا اختلفوا في مجلس يستدعونه فيأتي فيقولون له: ما قال ابن مفلح؟ فيجيب، فأصبح ماذا؟ مجرد كتاب للمراجعة فقط، هو لا يفهم شيئا، لكن أصبح كأنه مرجع، كأنه كتاب، إذا نسيت المعلومة أبحث عنها في كتاب. فلا نريد أن يصير الطلاب إلى هذا الأمر. والعلماء قديما قد نبهوا على ضرورة الفهم، من ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وعن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه. وعنه أيضا: من يريد الله أن يهديه يفقه. وأخرج الطبراني وأحمد وغيرهما عن معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين. وأخرج الطبراني والخطيب البغدادي عن الزهري عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، وخير العبادة الفقه. والأحاديث كثيرة جدا في الاهتمام بالفقه، وكما قال العلماء هو الفقه كما نعلم هذا الفهم الفهم الفهم، فانتبه إلى هذا أيها الأحبة. أيضا من الأسباب التي تؤدي إلى غربة القرآن بين أهله التفريط والإفراط عند الكثير من معلمي القرآن، وذلك من خلال نقطتين رئيسيتين، وهو الاهتمام بجانب على حساب جانب آخر، فيقع بين سيئتين هي الإفراط من جانب والتفريط في الجانب الآخر. على سبيل المثال، كمن يهتم بالجانب التربوي فيكثر في حلقته ومركزه من المواعظ والتوصيات والدروس التربوية والقصص التعليمية، وفي المقابل يقلل من حصص الحفظ والمراجعة، وحتى اهتمامه في الجانب التربوي للأسف لا يخلو من عيوب، منها عدم التحضير الدقيق للموضوع الذي سيقدمه. فالكثير إذا أراد أن يلقي للطلاب درس مباشرة فقط هكذا يستحضر جزاه الله خير يأتي، لماذا لا تحضر وتعد بما يفيد الطالب لا بما يكسب الطالب ثقافة؟ فحتى من يهتم بالجانب التربوي قد يقع في هذه الأخطاء. أولا عدم التحضير قلنا للموضوع الذي سيقدمه بمنهجية علمية، بأن يضع له أهداف ومبررات ووسائل ونتائج متوقعة، كأن يغير قناعة لدى الطالب، أو يقضي على ظاهرة معينة، أو يصحح مفهوم، ويعتمد الكثير على الارتجالية مباشرة ويلقي الدرس. هذا الارتجالية يعطي الطالب ثقافة عامة، لكنه لا يعطيه معلومة دقيقة، بمعنى أساليب ووسائل. أنت تعطيني الآن فكرة عن الصدق، ما هي الأساليب والوسائل التي أستخدمها حتى أطبق؟ هذه لا يتأتى إلا إذا كان المعلم يحضر تحضيرا جيدا ثم يلقي على الطلاب. الأمر الثاني أيضا الاعتماد في اختيار القصص أو الدروس على رغبة المعلم، وهذا الكثير، يعني معلم هناك قصص تستهويه
إما قصص الصحابة، ينتقي، يحب هذه القصص فيعطيها للطلاب بناء على حبه للقصة والموقف، لا بناء على احتياج الطالب لهذه القصة أو هذا الموقف. ولذلك يقع المعلم في خطأ أنه حتى تستشهد بقصة أو موقف لابد أن يكون أن تكون هذه القصة وهذا الموقف مناسب للحالة أو للتصرف أو للسلوك الذي ترغب في معالجته، لا بناء على حبك لهذه القصة وتكرار سماعها أو حفظها عن ظهر قلب، ليس لأجل ذلك. أيضا حتى في القصص، هناك في اختيار القصص وطرحها للطلاب قد يقع المعلم في أمور أيضا، وهو يتجنب المعلم أمور، أولها البعد عن القصص المثالية التي لا يمكن تطبيقها. وأنت تعطي للطالب قصة أو مثال لتغير عنده سلوك، ابتعد عن القصص المثالية التي لا يستطيع الطالب أن يطبق مثلها، يعطيه قصص ونماذج وأمثلة سهلة يسيرة بالإمكان أنا وأنت أن نطبقها. لكن تعطيه نموذج لا يستطيع أن يطبقه، بعيد عن قدراته، فهذا لا يستفيد. ومن ذلك على سبيل المثال قصة عثمان رضي الله عنه، وهو أنه كان يختم القرآن في ليلة واحدة، نموذج جميل وقصة جميلة، لكن أنا لا أطالب من الطلاب أن يختمون في ليلة واحدة. أقول لهم إن قمتم بآية واحدة كفاكم. فلا بد أيضا عند ضرب القصص والأمثلة أن تراعي المثالية شيء والواقع والتطبيق شيء آخر، فأعطيهم نماذج ونموذج يستطيع أن يقيس وأن يطبق عليه. ونحن لا نطالب أن يكون مثل عثمان، لكن نقول له إن قرأت بوجه جزاك الله خيرا، إن قرأت بنصف وجه في الليل وقمت به جزاك الله خيرا، إن قرأت في آية واحدة لن تحرم الأجر. ولا أطالب منك أن تقرأ القرآن كله في ليلة. أيضا على سبيل المثال مثلا قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أنه كان يحرص في رحلة الهجرة أن تكون أقدام ناقته حيث وطأت أقدام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، من حرصه على متابعته واقتفاء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم شيء جميل، لكن أنا لا أطالب من الطالب الآن أن يذهب ويشتري ناقة ثم لا أنا أطالب منه أن يطبق السنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته، فحتى في القصص واختيارها يكون مناسبا للطلاب. أيضا عند ضرب القصص لا بد أن نتنبه إلى تبسيط الفكرة، تبسيط الفكرة بمعنى خاطب الناس بما تدركه عقوله. عندما تخاطب مستوى عليا ليس كما تخاطب مستوى وسطى، ليس كما تخاطب مستوى تخصص، بمعنى لا بد أن تكون القصة أو المثل يناسب ماذا؟ مستوى فهم الطلاب، فهم الطلاب على قدر عقولهم. فقال كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: حدث الناس بما تفقهه عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يشير إلى صدره فيقول: إن لها هنا علوم جمة، أي علوم كثيرة، لو وجدت لها حملة، لو وجدت من يحمل هذا العلم أخرجته. وكما يقول الشاعر: فمن منح الجهال علما أضاعه. عندما تعطي إنسان لا يفهم علم كأنك تضيع هذا العلم لأنه لا يفهمه. فمن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. إذا إنسان ينتظر منك معلومة ولا تعطيه هذا نوع من الظلم، وإذا إنسان لا يفهم هذه المعلومة وتفصيلاتها وأنت تلزمه أن يفهمها هذا أيضا ظلم. فلذلك عند سرد القصص للطلاب
أيضا نراعي فهمهم وإدراكهم بما هو مناسب لكل مرحلة من المراحل.